السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. ان شاء الله اليوم غادي نحضروا لكم مائدة مشتركة انا وماما اللي هي حماتي تشرفين عائشة المزالي. هذه عراستي متشرفين اللي هي بنتي متشرفين. انا غادي نقدم لكم ان شاء الله فطيرة البيتزا. غادي نقدم كذلك شنو هذه التحلية او كيكة باردة والحريرة سريعة التحضير. كذلك ماما غادي تقدم لكم الحوت، غادي تقدم بيتزا سريعه التحضير. عندنا اليوم داكشي سريع التحضير وكيكه مالحه وصافي حاره وحاره ضروري والبيض مسلوق غادي تقدمه ماما. الا بغيتي تشوفوا الوصفات ديال ماما سيروا القناه ديالها اللي هي عائشه المزالي وتفرجوا فيها. غادي نبداو ان شاء الله باول وصفه اللي غادي نقدم لكم اللي هي تحليه. غادي نبدا هي الاولى حيت فيها الخدمه وكيخصها تكون تبرد. مائدة رمضانية سخفان. لا لا غنتوقد لك. ايوا 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 بالله تبدا ندخل في المعقول. اشربوا شي قهوه باش توقدوا. وقف مني ماما. لا لا انا انا هو ما دايزاش. لا ما دايزاش. غادي نبداو بالمكونات. وبزاف البنات سولوني قالوا لي علاش بقيتي تسولي تصوري مع حماتك، كنا عاوتاني وخاصمين وكنرجعو دابا تصالحنا عاوتاني. مرة بقات تصالحنا ماشي مشكل، مرة هاكم مرة هاكا، هادي الدنيا وحال الدنيا. عندي هنا جوج ديال البيضات، غادي نعبر دائما بكاس العنبة. غادي نحتاج نص كاس ديال الحليب بارد، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر سنيدة، خمارة فيها 8 غرام فاني، وغادي نحتاج كاس ونص ديال الدقيق وقبيصه ديال الملحه. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. ندوزو لطريقه التحضير. غادي نهدا جوج بيضات. ماما سمحي لي يلا ما تنساش. انا جايه نقل باش ندير معاك نقل هاد الوصفه ونشفرها ونديرها. عندها حقوق حقوق النشر، حقوق الملكيه. لا ما عليهاش، مع انا ما عليهاش، ما يديروش عليا الحقوق. راه ما تعايرينيش. علاش درتي تتي بحالي منها؟ هذيك راه الغيره. اللهم من عند ولا نحسن. غادي نزيد، درت قبصه الملحه، غادي نزيد نص كاس ديال السكر سنيده فاني، صافي غادي نطرب مزيان. أساسي يمكن هذا واحد و أنا بديت هادي نزيد نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب. غادي نعاود نطرب كلشي مزيان خدم رقم واحد. صافي غير شويه وغادي نضيف الحجر. الحجر مقادي، الحجر مقادي. غادي نزيد خماره فيها 8 غرام، خماره فيها 8 غرام. كنضيف في نفس الوقت دقيق راه مغربل، يعني بلا ما يحتاجش نغربلو. نتمنى قلة وثقال. غادي نزيد الكمية ديال الدقيق اللي بقات ليا. صافي ونخلط كلشي مزيان. خليت يولي على هذا الشكل. صافي ها هو وجد. كتصاوب لي الكيكه باش تصالحي معايا. طيب عقس بيك. غادي ناخذ دابا هذا المول هنا. انا درت المقادير ديال يعني كميه قليله
غير ديالي انا صافي نتوما صالح معايا. الا بغيتو ديروا كيكه كبيره كتضاعفوا المكونات. غادي نخوي هنا هاد الكيكه ديالي وغادي ندخلها الفران طيب ونطعم ان شاء الله من بعد ما طيب. غادي على ما طيب الكيكه غادي ندوز نوجد الفطيره ديال البيتزا اللي غادي نحتاج فيها هنا نص كيلو ديال الدقيق، عندي واحد معلقه صغيره ديال خميره الخبز او خميره فوريه، الملحه على حسب الضوء، واحد معلقه كبيره ديال الزبده. بغا ندخل حتى انا في الموضوع. والماء المدافي باش غادي نجمع هاد العشيه. خلي الوالده تكمل صافي. كمل نشارك بغا نشارك. اما شنو قوليش انا نهزك الكاس تاع الماء. عاودتيني في الحك ديال اللي هادي هادي هاي خصك العاشق نجيبو لك. انا نجيب غادي ناخذ معايا معلقه صغيره ديال خميره الخبز. هادي ريحتها كبر من الصغيره هادي. ماما عندها كلشي بالزايد، كاين الصغير والوسطاني واللي كبير والكبر وعاد الكبير عاشق. غادي ندير الملحه. هاي شتي داك اللي غارت مني نتمنى هاي هزات هاي. وغادي ندير الزبده. كانت هنا تهز داك ديال الغير الزبده معلقه كبيره. شتي انا معاونا في المقادير. غادي نجيب واحد شويه ديال السكر سنيده نسيتو ماما. وكان عليها تذكرني مسمومه هاد المراه. دابا انا بالاكله ديالي وانا اللي عاطيها الوصفه. قلت لها ديريها وبقات تنساني زعما باش تقول لي مراه راه دوزتي نسيت ونسيت شتي حيانه باش نتخاصم عاوتاني من هنا لواحد الصيمانه ولا 15 يوم ولا شي حاجه بعدا. المهم هما تاني تصالحنا. رمضان يوم اه يوم لا يوم اه يوم لا صافي. هاي معلقه صغيره ديال السكر سنيده. معلقه صغيره معلقه صغيره جايبه جباني صافي. دابا غادي ناخذ العشان هنا هنا غادي نبدا نضيف المدافي بشويه بشويه في نفس الوقت كنعجن. لا هرر باقي الماكله الاخرى ما بغيتش تخليها جديده. اه بغيتي حتى هادي تتسكت على خاطر تقدر تسالي ليها الروح مره. لا لا بغيتي تقدر تسكت سير باقي سميش الاسترايت. غادي نبداو بالحشوه ديال الفطيره. غادي نحتاج هنا صلصه البيتزا، عندي جوج علب ديال الطون والزيت، شويه ديال الزيتون الخضر مقطع دوائر وشويه ديال الزيتون الكحل مقطع دوائر، جوج فلفلات صغار حمراء وخضراء مقطعين حتى مطريفات صغار، جوج بصلات صغورين، شويه فرماج احمر. تيبان بحال جوج بيضات. بصح صافي صغورين وبيضين صافي هادشي اللي كاين. شويه ديال الدقيق في البلاصه اللي غادي نخدم فيها. غادي ناخذ العجينه كي خصها تتلك مزيان. الصغير فين كاين كي خص المال. غادي نقسم العجينه على جوج، وحده نعطيها لماما دير بها شي حاجه. غادي نسرح حدا كنسرح دائرية. ما هاديك خلات ندير بها خبيزة. خويتي خبيزة هرسي داكشي بشوية. انا غادي نسرحها تكون رقيقه. هنا كيف كتشوفوا راه رقيقه. ممكن
يمكن ندهنوا لاطا غير بالزبده ولا الزيت. الزيت ترشح ياه ها؟ لا ترشح بالزبده والزيت ودقيق. لا الزيت ولا الزبده. لا الزيت ولا الزبده صار. اي دهنوا. غادي ناخذ واحد فورشيطه غادي نطعبها غادي ناخذ صلصه البيتزا صهيب خدام هي غرد لها حله نحك ديالها هي ومازال انا غنصفي الزيت انا راه ما صفات ليا والو هاي لا تقول زعما خنت هنا من بعد ما صفيت الطون ديال الزيت صفيته انت اللي صفيتي كذاب باس الله الا باس شكون تحكيتو عليا باس بعدا ما صفيتيش مزيان بعدا كاع انا درتو لك الشبكه كاع باش يهبط كاع الزيت كاع لتحت ها كاع او كتقول لي انت باص ولكن ماشي مشكل ماشي مشكل ما نتخاصموش حنا تجي على قبل كنت خاصمو غنقطعوا الهضره ماما ماما نجي نسكن معك واحد شهرين لا لا تقولي حتى تخرج وياك بحوم ضاربين في الكوزينه تقولي شتوها شتوها شراتها ليا قولي الحمد لله من فرق الله الروس واش الناس شاهدين علينا برانيين ايوا بعد تبركي كاع سحب الدربو غادي ندير فلفله بصله دوائر يكونوا رقاع ولا شرائح هاتي هاتي واللي كاين كلشي زين تاتي الله رزقها سكر الصلصه تجي زوينه بحال هكا خضرا ما كطيبش بزاف تتبقى شويه قاصحه كد نعرفتيني هي ولكن الا بغيتو تحروا شي الزيت ماشي مشكل اللي كتكون محروك هذيك محروكه زوينه اكيد كتعجبني شفتك درتيها في واحد الفيديو تعجبني بزاف كتجيب الحينس زوينه غادي ندير الزيتون تبارك الله الصاع نبيت ماما هذاك سميتو اسمه الزعتر فين درتي؟ راه عندي جزاك الله خيرا لا شكرا على واجهي مشهية ياك تاكل صباعك من وراها لا كلها هي وخلي صباعك وليدي الله يرضي عليك بلا ما تاكلهم يا ناكل حنايا والله صح قال لك ما ناكلش لا لا عفاك 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 اللي ما كول لا عطاك الستر ايوا صافي بالعكس والله ما ناكلش قلت ليه بلاش ناكلو حنا حنا اش كنديرو وتقول واحد ناقص نزيد الزعتر زيد الزعتر انا حنا عزاز علينا الزعتر زيد الزعتر ياه نخلي شويه الفرماج حمر للتزيين النهائي دابا غادي نخليها هذه على جنب وندوز نسرح العجينه اللي بقات لي هنا مشيت شويه ديال الدقيق يلاه درت هذيك الخبزه بلانيت لا غنديرها ندخل الفران انا بالاني قلت اش غندير بها خاصني ضروري نسرحها ما عندك ما ديري بها قلنا زعما وانا قلت خاصني نستغلها لا خويتي 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 ولكن ما كنلبس كلها غدوز الكرش العين كتحير ملي تحط هادشي كله تحجم ما تكل بصح والله ولكن الاهم اننا ما كنطيبوش العشاء يعني هادشي كنبقاو ما كيضيعش حسن الا جيت تشوف والله والله داك النهار فاش درت الطاجين العشاء كلينا منه واحد شويه وبقى وتا مارا الا درتي هادي وهادي احسن الفطور من الفطور حتى الفطار وفي السحور اتاي وشويه تسلى
الله يجعل البركة كل شوية تمر والحليب ديال البقر. غادي ندير دابا غادي نحط دابا العجينة من فوق هذه. بسم الله. نحاول نغطي الحشوة كاملة. هذي كنتعلم خلينا كنتعلم. دابا كنجي لهنا وكنبدا نضغط عليها. هاو دابا كنقول هذيك الخبزة كون بقات كون درتها في الفران. ماما تصدمات صدمات ماما. ما كانت قوية. وياه شاش تني ساهية. شيش. مشات بعيد. ماما غادي نكمل الدورة. دورة 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 دورة. كملت الفطيرة ديالنا كيف كتشوفوا. غادي ناخذ موس كنطابها بحال هكا شوية باش يخرج داك الهواء اللي غادي يكون لداخل وما تسردش. صافي دابا غادي ندهنها بصفرة البيض. شكرا ماما وسمحي لي انا ما تسخرش شتي وقول لي ثاني لا ما درتش ليا وعالي. دابا نعاونك حتى انا بلاتي. عندك الموس ماما كاين شويه الخل. ناس سخبتي سخبتي ولكن قولات. غادي ندخلها للفران طيب ونطلعوا ان شاء الله من بعد ما طيب. من بعد ما طابت كيكه كنخليها حتى كتدفى كتشوفوا. غادي نطبها بهذا العويد هذا. وكاس الحليب بارد هو اللي غادي نسقي به هاد الكيكه. ممكن تسقيوها غير بالسيرو فيه كاس الماء ونص كاس ديال السكر سنيده. انا غادي ندير كاس الحليب وندخل الثلاجه نخليها حتى كتبرد تماما عاد غادي ندير الطبقه الثانيه. عفسر لي مصايد المكدوب. ما تخافوش منو راه غادي تشرب هاد الحليب كامل. الا ما شربتيش نشربو حنا. عار اللي ما شربتوش عطاو لي انا نشربو صافي. بشوي بشوي غادي ندخلها دابا للثلاجه وراه غادي تشرب هذا الحليب. دابا غادي ندوز للطبقه الثانيه اللي غادي نحتاج فيها علبه ديال الكريم شونتي. عندي كذلك كاس حليب بارد مزيان وشويه ديال حبوب الخشخاش هذا حيت غادي ندير مزيان بالكيوي. حبوب الخشخاش فيها هذاك الحبيبات صغار الا خلطتهم غادي يجي بحال المهم غادي تشوفوا الشكل النهائي. غادي ناخذ فهمت الخشخاش. الله يجعل البركه. صح المهم انا فاهمه الخشخاش. غادي نخوي الحليب هو الاول باش ما يلصقش هذا في التحت. وغادي نزيد شويه ديال حبوب الخشخاش. صافي غادي نطلع الكريمه ديالنا. كيف كتشوفوا الكيكه راه شربات الحليب يدغنا وبردات تماما. الخليط ديال الكريمه ها هو كيكون هكا واقف. بنين صحيح زوين. دابا غادي ندوز غادي نصايب الكيوي هنا. كندير حتى الوسط. غادي تربع غادي ندوزو بعدا للطبقه الثالثه والاخيره. خديت ربع اترو ديال الماء غليته مزيان. غادي نضيف ليه هنا لا جولي ديال الحامض. اختاري ديال الحامض. وغادي نخلطو مزيان. صافي كنخليه حتى كيدفى شويه ما نخليهش حتى يبرد حيت الا برد غادي يشد فراسو. يدفى شويه عاد غادي نديرو فوق الكريمه اللي حضرناها. من بعد ما دفى لا جولي ديالنا غادي نخويه من الفوق. بسم الله.
وغادي نسرحو. صافي دابا غادي ندخلها للثلاجه تبرد مزيان. غير هو واحد النصيحه، كيخصكم قبل ما تجمد ليكم لا جولي خصكم تخويوها هنا. انا حيت بكات لي الدريه مشيت وخليتها. المهم ها هو الشكل ديالها الاخر. غادي ندخلها دابا للثلاجه ونطلعوا ان شاء الله باش نوجدوا الوصفه الثالثه. صافي دابا ما بقاش الحال باش غادي نوجدوا الحريره، نسيناها ودرنا غادي نديروا بقى لينا غير الحوت نقلي، وغادي ندير هذه الحريره اللي كتحضر بسرعه. بالنسبه لكل باكيه كتخلط مع اترو الماء، انا غادي ندير جوج، يعني درت جوج اترو ديال الماء هنا، وغادي ندير الحريره ديالي كتكون ديريس في جوج باكيات. هدا كتكون فيها الحماص والعداس والشعريه، هدا كتكون فيها خليط ديال المطيشه حماص والعداس والشعريه. غادي نزيد العلبه الثانيه. صافي غادي نحرك كل شيء مزيان وكنديرو فوق البوطه لمده 10 دقائق. من بعد ما يغلي كنخليه مده 10 دقائق، ولكن ضروري مره مره نحركو. صافي هادو هما الوصفات ديالنا، كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم، وكنتمنى ان ماما تكون ضيفه خفيفه ظريفه. لا دابا عاد صالحنا دابا من بعد ان شاء الله كون خاصمين ثاني، حيت كانت صالحه وكانت خاصمه. وهذا ما كان، وهذا ما كان ديالي. صافي من دابا صافي وليت عندك ربع العالم. لا ربع العالم، هذا ما كان، هذا ما كان ديال الختام. اسسني اسحب كلامي هكا. راه من دابا غادي نكعاو على بعضياتنا. ما يقرب يأذن المغرب، انا راه فشلت.